بما ان احنا بنتكلم على وزارة التضامن فهنرجع مع حضراتكم لكتيبة وزارة التضامن وجنود فريق التدخل السريع اللي بيقوموا بعمل اكتر من رائع. يعني هما بيساهموا حقيقي في ان انت تغير حياة بني ادم في الوقت. يعني عندنا متابعة من وزير التضامن الاجتماعي غدا والي، فرق العمل المشتركة اللي بتشكلها من برنامج اطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية والمساعدة للمواطنين اللي فقدوا المأوى. اول ما بتبلغهم على فكره وتلاقي ناس كتير جدا نشره تجاربها على السوشيال ميديا وفي مواقع كتير قوي، اول ما بتبلغ بتشوف الجنود منتشرين في كل محافظات مصر بيدوروا على اي حد حتى لو ما بلغتش محتاج مساعده. عشان كده في اليومين اللي فاتوا وصل اجمالي الحالات اللي تم التعامل معاها مع بدايه عمل الفرق بنتكلم ل 2777 شخص كانوا تحت مصطلح انه انسان مع الاسف مشرد بلا مأوى أو طفل بلا مأوى لمكان وحياة جديدة. تاني بنقول لحضراتكم احنا محتاجين نساعد. الناس بتبلغ حلوة قوي اللي بيشوف واحد أو مواطن قاعد في الشارع وبيرفع سماعة التليفون يكلم التدخل السريع وعلى طول بيغير حياته، بينقله نقلة تانية خالص. ولو تاني هرجع أقول أكبر دليل على إنه هذه ظاهرة فعلا في مصر في طريقها للانقراض، لولا إن في بعض الأسر اللي محتاجين بقى قانون اللي هم بيرموا ولادهم في الشارع، لكن احنا بنتكلم على اللي بلا مأوى هتعدي تحت الكباري مش هتلاقي المناظر دي خالص، تكاد تكون انعدمت. فأي حد من حضراتكم نتمنى ان هو يتوجه بالمساعدة في الخط الساخن للإنقاذ أو التدخل السريع رقم 16439 وفي 16528 عشان نوفر كلنا حياة كريمة لكل المصريين بإذن الله.